شنو رأيك بهاي المحبة مع الناس؟ بتشيت الناس كلها، ليش سويت؟ الحدث الناس تمشي. آه. اي والله، يعني انا حاليا موجود باسطنبول، فرجعت اعيش حياتي طبيعي، انزل ستوريات، العالم يكتبوا لي شلون انت طالع متونس واحنا نبكي عليك. فمحبة الناس صدمتني بصراحة، انطباعك كلش حابين كثير اقول من التساؤلات حتى خلف الكواليس، بانه انت نعم. رياكشناتك اثناء قراءه النصوص تختلف عن رياكشنات خلينا نقول بالجو بالتاديه الدور. اكيد شنو طبعا، رايك؟ بالريدنج من تجي تقرا انت، ما مدى تجي تادي انت، مجرد مثل ما نقول تحفظ النص او تسوي ريهرسل على النص، بس من تكون بالجو وياك اصدقائك الممثلين اللي يدخلوك بالجو صح وبالمود، بمود المشهد، فانت اكيد لازم تنطي رياكشنات تخدم المشهد. أعود إلى بالنهاية، ناقشت بالنهاية موتك؟ إحنا دائما مختلفة كانت النهاية، بأنه الحق يغلب الشر. نعم، اختلفت، بيها رسالة كانت مقصودة؟ أكيد بها رسالة. ما هي الرسالة هذه؟ أولا، إذا كانت النهاية سعيدة، عاشوا أمير وحياة حياتهم الطبيعية، فهاي النهاية مبدئيا صارت تقليدية، لأن كل المسلسلات اللي تعودنا عليها تبدي بمشاكل وبالأخير يرجعون يعيشون حياتهم طبيعية وخلاص. بس قصة أمير أثبتت أنه مرات المظلوم يخسر، يعني الظالم ممكن يربح بهذا الوقت اللي احنا بيه. فما كانت النهاية التقليدية مثل كل النهايات يعني. طيب أعود إلى